طبعا، وهتشوفوها ازاي، وحت يعني ايه الطقوس بتاعتكم ليها، وشايف يا استاذ حماده المباراه هتبقى ازاي، وحبك نادي الزمالك يعني بدأ من امتى، وحاجات كتير عايزين نتكلم فيها. يعني الناس كلها عايزه تعرف او عايزه تشوف انتوا بتحبوا الزمالك الحب ده ازاي، ليه يعني، ليه ده كله، يعني ايه اللي خليك تطلع تروح الاستاد بالظروف اللي فيها انتوا، تروح تحضر المباراه والناس مستغربه. بص يا احمد، والله حبنا للزمالك مش ملوش حدود. انت عشان تسالني مثلا انت زملكاوي من ايه، انت اقول لك انا مولود زملكاوي، لان انا ما اقدرش احدد تاريخ تشجيع نادي الزمالك او حب النادي الزمالك. لكن احنا حبنا لنادي الزمالك مش لتمن او عشان الزمالك يكسب بنحب الزمالك، يخسر احنا بنحب الزمالك، ياخد بطولات احنا زملكاويه، ما ياخدش بطولات احنا زملكاويه. في ناس تانية بتهاجم فريقها لو قعد سنتين سنة ما خدش بطولة، وده حصل لما في فريق معين قعد سنتين ثلاثة ما خدش بطولة، الناس اتشتمت في الملعب واتضربت بالأزايز. لا ده ما بيحصلش في نادي الزمالك. لا احنا مش بنحب الزمالك عشان بطولة. جمهور الزمالك جمهور جدا، احنا بنحب الأداء قبل ما نكسب، ولازم عشان نكسب لازم نكون نستحق المكسب ده. ما بنحبش ناخد بطولات ونعد بطولات ونحط في الدولاب ونعد بطولات. لا، البطولات مش بالعدد، البطولات بالأحقية. البطولات انت ازاي بتطلع منصة التتويج وانت بطل، وانت مش واخد بطولة مزيفة ولا بزقة ايد ولا بضرب الجزاء بره المنطقة زي ما كان بيحصل. لا، انت بتاخد بطولة وانت تستحق هذه البطولة. عايز اعلق بس على مقدمة بتاعتك يا استاذ احمد، انك انت تهاجمت من بعض جمهور الاهلي عشان بتدافع عن نادي الزمالك. لا، عايز اقول لك انت لازم تكمل في اللي انت فيه، لان احنا اخيرا لقينا حد يتكلم بلساننا، لقينا حد يدافع عن نادي الزمالك. ما كانش في حد قبل كده بيتكلم عن نادي الزمالك، وده اللي اتعودوا عليه، ان ما حدش يطلع يتكلم ولا يدافع. الناس دي ما بتتقبلش ان حد يهاجمهم ولا بيتقبلوا الهزيمه اساسا. يعني حتى لما بيجفوا البطوله والبطولات بيخسروا ما بيطلعوش يستلموا المركز الثاني، وده بيحصل. لكن عايز اقول ان الكبير لازم يتقبل النقد ويتقبل الهزيمه، ويتقبل زي ما بتتقبل المكسب تتقبل الهزيمه، زي ما بتتقبل المدح تتقبل الذم. هو ده الكبير. الكبير يقبل كل شيء، لكن مش الكبير ان انا بعد بطولات وان انا باخدت مش عارف ايه لا، لازم اكون كبير بفكري، بثقافتي في الهزيمه وثقافتي في المكسب. لما اكسب اطلع اقول للخسران هارد لك، ولما اخسر لازم اتقبل الخساره واطلع استلم المركز الثاني. ما ينفعش يبقى قاعد في غرف الملابس وما اطلعش لا مش 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 منطق. بس انا شايفك حبك للزمالك، ومعلش في سؤالي، مع ان حضرتك ما بتشاهدش، وانا اعرف ان حضرتك يمكن معذره في الكلام انك فقدت بصرك وانت عندك 3 سنين. يعني حضرتك من انت عندك 3 سنين وانت فقدت بصرك يعني. فانت بتحب الزمالك وانت مش بتشوفه، ولا بتشوف اللعيبه يعني انا مش يعني ده حاجه يعني مش عارف اوصفها ازاي يعني. لا هو خلي بالك، يمكن الشيء يمكن الاحساس اقوى من الرؤيه. يمكن انت بص يا احمد، لما تكون بتحس الانسان بيبقى حبك ليه اقوى من انك انت ممكن بتشوف كتير في وانت ماشي في الشارع، في هنا بتشوف طول ما انت ماشي عينك بتقع على حاجات كتير جدا. لكن هل انت بتحب كل اللي بتشوفه؟ طبعا لا. لكن انت بتحب اللي بتحسه. فنادي الزمالك ده حاله، ده احساس، مش رؤيه. انت لما تبقى قاعد وحاسس اللاعب بيتحرك ازاي، ومين بيظهر لمين، ولما يروح فين هيحطها لمين جنبه، وهنا في الباك يمين مين باك شمال مش عارف ايه. لا ده احساس. فدي مالهاش دعوه خالص بانك انت شايف او مش شايف او احساس. لا احساس، عايز اقول لحضرتك يا استاذ حماده طبعا.